النعام وقفت ببابك وقفة عبيد وريد جوابك جنة عدن عطرها ترابك جنة عدن عطرها ترابك أنا الذي كبرت بخيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. في مهبط الوحي ومنازل الآيات، في بيوت أذن الله أن ترفع وأن يذكر اسمه فيها وأن يسبح له بالغدو والأصال. الرجال، أولئك الرجال الذين لم تلهيهم لا تجارة ولا بيع في الحياة الدنيا عن ذكر الله، في بيت يسكنه خير عباد الله الإمام موسى القاظم عليه السلام وزوجه السيدة تكتم. بزغ نور الإمام الرضا عليه السلام في 11 من شهر ذي القعدة سنة 148 للهجرة. ضايع أنا وردت تبصيرك، ضايع أنا. روي عن السيدة نجمة أم الإمام الرضا عليه السلام أنها قالت: لما حملت بابن الرضا لم أشعر بثقل الحمل، وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتمجيدا وتهليلا من بطني، فلما وضعته وقع إلى الأرض واضعا يده على الأرض رافعا رأسه إلى السماء محركا شفتيه كأنه يناجي ربه، فدخل علي أبوه قائلا: هنيئا لك كرامة ربك. فناولته إياه فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وحنكه بماء الفرات، ثم رده إلي قائلا: خذيه فإنه بقية الله في أرضه. بدموعي زرت ديرت هواك، غير انت الرضا ورايد رضاك. لقب إمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام بالرضا لأنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من آبائه عليه السلام، لذلك سمي من بينهم بالرضا. الإمام عليه السلام ترجمان القرآن، بمعنى إذا أردت رؤية قرآنا يمشي على الأرض فانظر إلى الإمام الذي يجسد التعاليم القرآنية والتعاليم الإسلام الحقيقي قولا وفعلا وسلوكا، وهذا ما سنشهده في السيرة الرضوية للإمام الرضا عليه السلام. أنت الولي الإمام الثامن، كل من دخل مضيفك أما السيرة العبادية لإمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام، فقد روي أنه عندما كان يسمع صوت الأذان وهو في مناظرة مع كبار علماء الأديان والفرق والمذاهب الأخرى، كان يقوم من مقامه ويترك جلسة المناظرة ويقول: نصلي ثم نعود. وحينما أهدى إمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام قميصه إلى دعبل الخزاعي قال له: احتفظ بهذا القميص، فقد صليت فيه 1000 ركعة وختمت فيه القرآن 1000 خطبة. طفت الأرض ولكن تاليه يمك أذن. أما السيرة الأخلاقية لإمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام، فهناك نماذج كثيرة حول السلوك الطيب للإمام ومعاشرته مع الآخرين، منها مجالسته مع العبيد والخدم وتناوله الطعام معهم على مائدة واحدة، فهو عليه السلام من أهل بيت لا يزدادون على أعدائهم إلا كرما وجودا، فكيف على محبيهم وشيعتهم؟ فالحمد لله الذي من علينا بولايتهم والبراءة من أعدائهم. لك وكلت صحف أعمالي. وفي 17 من شهر صفر سنة 203 للهجرة استشهد الإمام مسموما بأمر من المأمون العباسي ودفن في أرض غربة في خراسان. وعن الإمام الرضا عليه السلام: من زارني عارفا بحقي وجبت له الجنة. منك فضل إذا تدعيني زاير إليك يا لمربيني، وبقبتك أكحل عيني، وبقبتك أكحل عيني. متعني وردت من